خدوا بالكم الكلام، مضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يده، استخدم ايده علشان يطمن بولس، طبطب عليه. ودايما اللمس لغة الحب، لما حط ايده عليه ولمسه اطمن. خدوا بالكم ان هو كان مش بيشوف فقط بصره، كان طبعا قاعد في حيرة، هو ايه اللي جرالي، هو ايه اللي حصل لي، طب والحلم اللي جالي ده ايه؟ لكن اللمسة طمنته. يا ترى انت بتلمس اخواتك المؤمنين، بتحط ايدك عليهم وبتطمنهم وبتشجعهم في الوقت اللي هم ضعفة وتعبانين ومكسورين فيه؟ دي حاجة نتعلمها من حنانيا.